اكيد كلكم باش تفرحوا تجيبوا لنا شويه ولا يضبطوا ان شاء الله. احنا اليوم في طار تبع الاستعداد للامتحانات الوطنيه شهادة البكالوريا. احنا اليوم في ولاية القيروان كانت العديد من الجلسات على المستوى الجهوي وكذلك على المستوى المحلي بالتنسيق مع السادة المعتمدين كذلك مندوبي الجهة والتربية وكل الإدارات الداخلة بتبيعها كما شركة جهة النقل وكل مؤسسة الأمنية والعسكرية. كل حقيقة كانت جلسات متعددة. اليوم بداية إن شاء الله الامتحانات. اليوم احنا كنا باش ننطلقوا في زيارة للمؤسسة مع ثانوي القيروان بالمنشية. تعرف أهمية معناها حتى اختيار المناطق هذوما. اليوم احنا في ولاية القيروان عندنا أكثر من 6675 تلميذ قاعدين باش يتجاوزوا يعديوا الامتحانات المناظرة الوطنية هذه، منهم بالطبيعة 5400 في معناها المؤسسة التربية العمومية في المعاهد الثانوية العمومية وكذلك 1053 في المؤسسات الخاصة و252 بالطبيعة هو امتحانات معناها فردية. إن شاء الله اليوم الظروف تكون متوفرة إن شاء الله اليوم، زاد العائلة تكون تشوفها اليوم على حسابها. بطبيعة وضع عادي جدا، هي تتويج لعدد من سنوات على مستوى الاستعداد وعلى مستوى معناها التضحية والنضال من أجل اجتياز الامتحانات هذه. إن شاء الله نتمنى كل نجاح والتوفيق لكل أبنائنا هذوما. إن شاء الله سنة نسبة النجاح على مستوى المناظرة الوطنية تكون في مستوى آمال السلطة الجهوية وكذلك كل الأطراف اللي هي متدخلة فيها خاصة مندوبية الجهة والتربية. وهي فرصة باش نشكر كل الإطار التربوي اللي سهر طيلة السنة كاملة على الاستعداد الجيد وعلى التأطير والإحاطة بأبنائنا وخاصة كل احنا نسموهم أصحاب الطبلية البيضاء وكذلك كل الأعوان والإطارات والمندوبية الجهة والتربية اللي قاعدين يقوموا بعمل كبير لإنجاح بالطبيعة المناظرة الوطنية هذه إن شاء الله. أنا إيت العبيدي بك أنفو لباس باهي الدفوار الحقيقة ماهوش صايب وحن لباس إن شاء الله لا شيء. والله اليوم عادينا في لو سافا يعني تعدى في المتناول حتى سافا. وشو الموضوع اخترته أنت؟ إني وغيري. إني وغيري. إيوه. انت محاضرتهم الاخبار. اول شابيتر يعني ديجا نبداو به اول العام مش يكون احسن شابيتر ديما. عدينا فلسفه والحمد لله تعديت به على الاخر. انا اللي ريفست ولقيته هو ريفست كان نمزه والحمد لله تحت النمزه وكها. وكيفاش لقيت الموضوع ساهل؟ ساهل على الاخر، ساهل اللي ريفستو هذاك هو اللي طاح وكها. والله الواحد ان شاء الله تعب عام كامل ما فيش خساره. دفور في المتناول اللي ريفز دروس باهين. هو الواحد يقرأ عام كامل من بعد يفرح حميمته وربي يفرح كل أم، واللي تعب إن شاء الله اللي تعب يلقى من بعد نجاح ينسي في تعبه الكل وربي يفرح كل عائلة وكهف. والله اخترت نمزجة أسهل موضوع نجم يكون أما الأخرين صعب. هما زوز واحد صعيب واحد سيئة الأخرين أسهل واحد. ما هوش في المتانية والحقيقة في بارتي صعيبة ما هوش كما المطلوب أما لابيس لابيس أو نبي. في المتناول التلميذ معناتها متوسطي نجم يخدمه نورمالمون اللي مليفز بالكدا نجم يخدم نجم يلقى روحه في الدفوار. مش صعيب برشا ما مش ساهل برشا زيد. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.